هاي، كيف كنت؟ ما تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية لبرج العقرب، رح أحاول أحكي فيها عن الأحوال العاطفية لإلك وللحبيب، رح أحاول أحكي حتى عن نواياك تجاه هذا الحبيب ومستقبل علاقتكم مع بعض. أوكي، كذلك رح أتحدث عن العزاب، عزاب برج العقرب. رح نشوف هل في شخص جديد بحياتهم، هذا كل شيء. وما تنسوا أنه هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع. إذا حسيتوا أن هذه القراءة لا تعنيكم أو لا تتحدث عن طاقتكم، فحاولوا تشوفوا فيديوهات جديدة مثل القمري والبرج الطالع. وأريد أن أتحدث لأنه هذه القراءة ممكن تكون عكسية، يعني الأشياء اللي بحكي عنك ممكن تنطبق على الشريك، والأشياء اللي بحكي عن الشريك ممكن تنطبق عليك، لأنه هذه القراءة فيها اثنين، فيها شخصين. وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي تدعموني، وشكرا لكم. أوكي، بداية أنت يا برج العقرب عم شوف في بداية ربح مادي حاليا، كأنه أنت بلشت شغل عم تجني أموال منه حاليا. عم شوف بدأت الحياة تتوازن معك، أو صرت متوازن ماديا، أو ممكن صرت تتحسن أوضاعك المادية شوي أنت يا برج العقرب. كأنه كنت بالموضوع المالي غير جيد بالنسبة لإلك، وحتى ممكن يكون أنه ما كنت تشعر باستقرار يا برج العقرب، كأنه صرت حاليا تشعر باستقرار أحسن من دي قبل. أوكي، صرت عم تشوف الحياة أحسن. أوكي، عم شوف جاستس، في عدالة، صرت متوازن، صرت الأمور تتحسن معك أنت يا برج العقرب. أما طاقة الحبيب حاليا عم شوف كأنه خسران، في خسارة من ناحية الحب. عم شوف في خصامات بينك وبين وبينك وبين الحبيب. عم شوفه حتى هو كتير تعبين، طاقته حاليا يعني في خصامات وفي نقاشات حد انت وياه يا برج العقرب. عم شوف حتى مشاعره نحوك كأنه هذا الإنسان بيحاول يمضي قدما نحو الاستقرار المادي، نحو الاستقرار النفسي، كأنه يريد أن يتخلص من كل الأشياء السامة اللي كان يشعرها بهذه العلاقة. ممكن أنتم متخاصمين، حتى لو كنتوا بعلاقة حاليا عم شوف أنه الأوضاع مراكسة معكم، عم شوف الأوضاع شوي مكركبة، كل واحد عنده هيك زعل جواته، بس ممكن مستمرين بالعلاقة لأنه عم شوف هذا الإنسان يبحث عن الاستقرار المادي، وممكن حتى أنه يعني يتمنى الاستقرار العاطفي، كأنه هذه الخصامات بينكم جعلته كتير متوتر. عم شوف كذلك حتى أنت مشاعرك، أنت بتحبه لهذا الشخص، بس كأنه أنت شلت أعباء كتيري بهذه العلاقة، كأنه ما صرت تتحمل أنه تشوف مشاكل وخصامات بهذه العلاقة، كأنه يعني استحملت كتير. وبرج العقرب شخص بيمشي معك لآخر الطريق، شخص وفي جدا وبحب الاستقرار على فكرة هذا الإنسان، بس حياته ما فيها استقرار. قليل تلاقي حدا من برج العقرب تلاقي هيك مستقر، يعني حياتهم فيها دائما تغيرات مفاجئة، بس هذه التغيرات دائما بتكون بالشكل الإيجابي. بس عم شوفك أنه مليت من هذا التعب الكتير قوي تجاه هذا الإنسان لتكون العلاقة مستمرة وتكون على أحسن الأحوال، بس يعني العلاقة دائما فيها شجارات وفيها خصامات. حتى الأشياء اللي ما عم شوفك ما عم تحبها في هذا الإنسان، كأنه شخص منه متوازن أبدا، كأنه هذا الشخص ما بيعرف كيف يفصل بين ما هو عملي وبين ما هو عاطفي، ما بيعرف أنه كل واحد لازم ياخد وقته، لازم ياخد حقه. عم شوف هذا الشخص كتير متشبت فيك، مو قادر أبدا يبعد عنك، ممكن لهيك أنتوا مع بعض يعني بتضلوا مع بعض، حتى لو كانت العلاقة أرهقتكم بتضلوا مع بعض، يعني مو قادرين تبعدوا عن بعض أبدا.
عم شوفكن دائما إذا كنتم مبتعدين عن بعض، وخاصة هو بضل يتذكرك، هذا الإنسان ما بيقدر يعني يكون بعيد عنك، دائما بيبعث لك مسج، دائما بيعمل تخاطر، دائما هو بيتذكرك حتى لو بعدتوا عن بعض. ممكن هو عنده كتير مشاكل، اللي هو المشاكل المادية، وعنده استقرار مادي، بس دائما يريد أن تظل معه. يعني هذا الإنسان ما عنده القدرة أنه يتوازن بحياته، حتى عم نشوف الأشياء الإيجابية عم تشوفه على أنه إنسان محب كتير، شخص بيقدم لك حب كتير، وعم تعرف أنه من جواتك أنت يا برج العقرب هذا الإنسان بحبك، هذا الإنسان شغوف فيك كتير، بيشوفك على أنه أنت شخص حساس وشخص جميل من جوا. ممكن الأشياء اللي عم شوفها ما عم يحبها فيك هو على أنه أوقات عم تتوقف عن الكلام معه، أوقات تاخد زعل كتير قوي وما بتحكي معه، بحس أنه هذا الصمت العجيب الغريب بشخصيتك هو اللي بيقلقه. ممكن أوقات بتكون منك صريح، تخفي أشياء جواتك ما عم تحكيها للحبيب، ممكن هذه الأشياء، هذه التراكمات ما عم يحبها فيك، بحسك كأنه شخص غامض، شخص ما لا يستطيع فهمك، بضل عنده هيك دائما حيرة غريبة على أنه هذا الإنسان على شو ناوي وشو جواته، لأنه ما عم يفصح لي بالأشياء التي تجول بداخله. حتى الأشياء الإيجابية اللي عم تشوفها أنت فيه أو اللي عم يشوفها هو فيك، عم يشوفك كذلك أنت شخص محب وحبك عظيم. إذا بتحب الشخص بتحبه من قلبك، ما عندك هيك تفوتات، وما عندك حب نص نص، يعني أنت شخص إذا بتروح مع شخص بتروح معه لأبعد مدى، شخص وفي كتير، وهذا الإنسان بحب فيك الحب، أنتوا بتنيناتكم بتحبوا بعضكم كتير، بس هو عم شوف عنده مشاكل استقرار مادي، مشاكل استقرار حتى نفسي ما عنده، عم شوف مشاكل، يعني علاقتكم تمر من مشاكل كتير كبيرة. ممكن أنتم يعني بهذه الأوقات صرتوا عم تتخاصموا كتير، صرتوا عم تتجادلوا كتير بهذه العلاقة، حتى عم شوف النيات لكل واحد، عم شوف هذا الإنسان بده يكمل مع حياته معك، بده أنه تطور العلاقة لتوصل لزواج، كل واحد عنده نية أنه ترجعوا العلاقة، كل واحد عنده رغبة أنه هذه العلاقة أن لا تموت، بدكم تكملوا العلاقة حتى لو في مشاكل بالعلاقة، بدكم تكملوها لآخر الطريق. عم شوفك حتى أنت يا برج العقرب بدك تتسوى الأمور، بدك مليت، يعني كأنه أنتو مليتوا، مليت أنت يا برج العقرب من كثرة الخلافات بينك وبين الشريك، لأنه أنت بتحبه لهذا الإنسان، ممكن علاقة من منذ القدم مو قادر تنساها أبدا، وبدك تستمر معه لآخر الطريق. عم شوف حتى نيتكم أو مستقبل العلاقة مع بعض، عم شوف إليمينيشن، يعني في نور للعلاقة، ممكن فيها مستقبل جيد، مستقبل لإلكم. عم شوف في لكتير من برج العقرب ممكن يكون في زواج يعني بهذه العلاقة، يعني هذه العلاقة تؤول إلى زواج بالأخير، لأنه عم شوف كأنه رح ينكتب له هذه العلاقة بداية موثقة، بداية أنونية، يعني مثل الزواج، شيء معلن عليه أمام الملأ، أوكي، ما راح تكون علاقة سرية. حتى للناس اللي عم شوفهم عزاب، مستقبل علاقتكم أو هل في شخص جديد بحياتكم، عم شوف في شخص جديد بحياتكم، عم شوف في سعادة رح تعيشوها أنتو يا برج العقرب، خاصة عزاب برج العقرب، عم شوفهم في كتير طاقة شخص محب لإلكم رح تتعرفوا عليه، عم شوف في ممكن في عائلة، في أسرة، في حب، في ممكن حتى ممكن زواج، يعني بهذا العلاقة ممكن حتى يكون في زواج، يعني رح تتعرفوا على شخص ممكن يكون مشهور، ممكن يكون بمنصب كتير عالي، ممكن حتى يكون من برج القوس أو من برج التلو، عم شوف حتى برج الأسد، يعني طاقات اللي عم تطلع هون
عم شوف حتى برج الميزان، يعني هيدي الأبراج اللي عم تطلع عندي، بس يعني كل الطاقات أنا عم شوفها بهذه القراءة، من طاقات نارية، من طاقات مائية ترابية وهوائية، يعني كل الطاقات. مستقبل علاقتكم يعني للعزاب، إذا بدي أحكي عن العزاب، فأنا عم شوف مستقبل العلاقة، اللي أنتوا رح تتعرفوا على هذا الشخص المشهور اللي عنده نجاح مادي ونجاح عملي كتير كبير. عم شوفكم عم تعيشوا معه حياة جميلة، عم شوف في فرحة، في سعادة، عم شوف في ذهاب للهم والغم اللي كنت عم تعيشوه. اوكي، ممكن انتو تسافروا لهذا الانسان، ممكن هو عايش ببلد بعيد عن بلدكم، وممكن تسافروا لإله او تعيشوا معه ببلد جديد. اوكي، عم شوف صراحة حب قوي بيناتكم، حتى لو كانت المشاكل او الخلافات بتجعلكم اوقات بتبتعدوا عن بعض، بس عم شوف العلاقة كتير متينة وكتير قوية، لانه عم يجمعها حب قوي. عم شوفكم حتى انتم مع بعض متعلقين بالعلاقة، يعني كل واحد متعلق بالعلاقة وعم يحب الاخر، يعني ما عم شوف حب من طرف واحد. بقول لك انه في حدا من الماضي سيعود، اذا كنتوا مفترقين حاليا وهالقراءة لإلكم يا برج العقرب، فانه عم شوف في عودة لإلكم، في عودة للحبيب وطلب السماح. عم شوف في قوة، رح تشعروا بقوة بهذا الشهر. عم شوف في تحدي لكل الصعاب اللي انتوا عم تعيشوها او عم تحسوا فيها. عم شوف صراحة في كتير طاقة جميلة. بيقول لك انه انت عندك موهبة يا برج العقرب، على انه انت يا برج العقرب شخص عميق جدا، كتير عميق برج العقرب، بيشوف الاشياء بعمق، منه سطحي ابدا. لهيك انت ينصحك الورق انه ممكن تكون مستشار باي مجالات. اذا انت بتدرس القضاء ممكن تكون مستشار قضائي، ممكن اذا اي مجال انت لازم تشتغل بالاستشارة، لانه انت شخص عندك عمق وتفهم الاشياء بعمق. اوكي، عم شوف حتى بقول لك انه طاقة الحب هي طاقة تشعر ولا تفهم بالكلمات، ودائما بتعطي قوة للشخص الذي يعيشها، او دائما بتعطيه باور وقوة، وكتير ممكن هذا الحب هو اللي عاطيك القوة، لانه عم يطلع لي سترونج وحبكم يعني قوي. عم شوف انه العلاقة صعب انه تنتهي، لانه انتم متشبتين ببعض بشده ومو قادرين تبعدوا عن بعض. عم شوف حتى بقول لك كون صريح مع نفسك، الاشياء اللي بدك اياها ما هي. اوكي، اذا عندك تساؤلات جوات عقليتك انت يا برج العقرب، فكون صريح مع نفسك. عم شوف طاقه حلوه، عم شوف في مستقبل العلاقه جيد، كتير حلوه الطاقه. عم شوف في قوه في رجع للحبيب، عم شوف في نصائح لإلك انت يا برج العقرب انه تكون استشاري بمجال ما، يعني عم شوف الطاقة جيدة جدا. بتمنى لكم كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة.